نفسه من خلال هيك مباريات، لكن اتصور المباراه اليوم يعني راح تكون صعبه على القاسم. صعبه على القاسم، صعبه اللي راح يلعب تنظيم دفاعي 4+2 ارتكاز بست مدافعين. اتصور انه غلق المساحات ما ينطي مساحات لفريق الشوط. انا اخذت راي الكابتن كريم بالشوط الاول وكيف راح تكون مجريات، انا اخذت رايك في هذا الموضوع. تتوقع المباراة شلون نشوف؟ قلت لك احنا مرات التوقع اني هذه الحالة، بس اتصور الشرطة اندفاع اكثر، يعني راح يكون مندفع اكثر بالشوط الاول. زين، مع هذا انه نقدر نقول ابراهيم سالم الشرطاوي، نقدر نقول له لا ابراهيم سالم له اللقب. اريد اوصل للجمهور، ليش جمهور الشرطة قليل؟ عتبي على جمهور الشرطة ليش قليل؟ مباراة تتويج هاي باعتبار يعني صح. ليش؟ يعني انا اقول يعني احنا ظروف الناس قد يكون معنا. عيد عطلة جمعة مش مطمئنين على الدوري. مطمئنين على الدوري اي، لكن علامة استفهام. علامة استفهام لانه يعني بهذا الوقت بهذا الوقت اللاعبين محتاجين جمهورهم والمساندة. يعني هاي اللي توصلها هذه التفاتة طيبة من الطاقم التحكيمي من محمد طارق احمد والمساعدين رفع المصاحف القرآن الكريم امام الشاشة لتوصل الفكرة للحادثة الأخيرة اللي حصلت بالسويد لحرق المصحف الشريف. نتحول بالصوت والصورة للزميل علي لفتر.